اوكي، في هاي السلايدز راح نمر بريفلي على البيزك كوماندز تبعون ماتلاب عشان نتعرف كيف نستخدم ماتلاب عشان نقدر نستخدم الايمج بروسيسنج تول بوكس. فاول شيء يعني السمبل كوماندز، اول شيء بدنا نعرف انه الماتلاب از كيس سنسيتيف. كابيتال A is not the same variable as lowercase a، وهكذا. هلأ عنا هدول they are just standard commands. pw print working directory it gives me a string of the folder I am in، يعني ال path folder path اللي أنا فياته. directory ببين لي إيش في جوا الفولدر اللي أنا جواته. change directory بيعطيني ال current folder اللي I'm at بس not as a string. خلينا نشوف، نروح على الكوماند ويندو و بس ثواني. معلش انا بس بدي ادخل ال preferences واكبر ال كلمات عشان تبين. عند الفونت وراح اكبر ال size right، يعني هيك يمكن احسن. اوكي بكتب على الكوماند ويندو مثلا print work directory، حيطلع لي ال variable ans وحيحط جوا ال variable هذا ال string هذا. اوكي، لانه بين quotations معناته string. طبعا انا ما بدي مثلا ال default variable عند ماتلاب هو ans، انا بدي مثلا str for string equals pwd، حيطلع لي string او str بيساوي هذا السترينج اللي هو انا فيه، اللي هو نفسه هون راح يكون موجود فوق. فانا هيو عندي الفاريبل هذا. طيب بعدين عندنا directory، هذا ببين كل اشي جوا الفولدر اللي انا فيه هون. بعدين عندنا ال change directory اللي هو بيعطيني نفس الشيء اللي هون بس بدون string، هو بنستخدمها عشان نغير الدايركتوري اللي احنا فيها، بس انا حاليا ما بدي. طيب clear بتسوي clear للworkspace، لانه every time I define a variable بطلع لي هون زي ans وstring طلعوا لي هون. بس if I wanna clear it either I can just clear workspace or بكتب هون clear وبس. طيب اوكي طبعا لو سوينا clear راح تروح ال variables وما راح اقدر استخدمها بالمستقبل، I have to redefine it. عندنا هون commands كتير helpful اللي هي ال help command، نكتبها قبل اي function بالماتلاب، اي function بدنا اياها، cosine sin tan I am read، هاي كلها functions من ال image processing toolbox. طبعا لازم تنزلوا toolbox، لازم يكون نازل موجود عندكم بالماتلاب عشان تقدروا تستخدموا ال image processing toolbox. و يعني a cosine d هاي كلها functions. اي function plot مثلا ممكن تكتبوا help plot. اوكي خلنا نشوف مثال، يعني مثلا help cosine. هلا ايش استفدنا من help cosine؟ اول شيء بتقولنا انه الارجيومنت اللي بتاخدها ان radians، فمثلا اذا انا عندي error بالكود مش فاهمه ليش الاوتبوت غريبه، ممكن اعمل help للfunction اللي انا عم بستخدمها، وبعدين ببين عندي والله انا مستخدمه degree بدل radian، راح يبين معي لانه هاي الاشياء مرات بننساها. We can just put help و أي إشي بدنا إياه، مثلا plot. plot is a function يعني. وهون بعد فهمنا كيف نستخدم plot. B هي blue، G، يعني كل هاي الأشياء بتفيدنا لما لأنه ما نقدر نحفظها. لو بدنا مثلا line تبع plot يكون مثلا circle أو whatever. طيب هاي help commands كتير مفيدة خاصة للديباجينج.
بعدين عنا الماتلاب is deals with matrices. okay so احنا زي ما حكينا الماتلاب deals with matrices. okay ف we have to know how to define a vector and a matrix. يعني هلا لما انا اعمل a equal 1 2 3 او a equal يعني b equal 10 20 30 سواء مفرقين ب كوما او b space bar راح يفهمها it's as a vector with one row. okay one row و three columns. هلا طبعا بنحط square brackets. هاي this is the way to define a matrix. طيب لو بدي اياها انا one column بس three rows بقدر احط semicolon. semicolon هاي بسموها فالسيمي كولون بيعطيني نيو رو. كل سيمي كولون بيعطيني نيو رو. هنا مثلا انا I defined 1 2 3 as the first row بعدين عملت نيو رو بالسيمي كولون وthen I defined 10 20 30. طيب هلا لو لاحظنا انه 1 2 3 هي نفسها A و 10 20 30 هي نفسها B فلو احنا حطينا D equals A سيمي كولون B رح يطلع عنا نفس الشيء نفس الـ variable. يعني مثلا هلا انا I want to define A and B actually خلينا one by one احسن بس okay هاي A and B. C قلنا C equals brackets 100 semicolon 200 semicolon 300 زي هيك بالطول. طيب هلا اوكي لو بدي لو انا عندي سي بالطول بدي اياها بالعرض بدي اياها بدي ابدل الروز مع الكولومز بدي اياها 1 رو اند 3 كولومز عادي بقدر اسوي ترانسبوز سي ترانسبوز بتكون سي ابوستروفي سي بعدين ابوستروفي وبيطلع عنا هيك. طبعا هو حفظها بالفاريبل انس لاني انا ما حطيت لها فاريبل يعني ما سويت مثلا سي transpose equals c apostrophe هيك بصير عندنا variable بس هون حط لي اياها by default inside ans. الماتلاب هيك بيعمل دائما. اوكي يعني مثلا لو انا حطيت 1 plus 2 ايش رح يعمل لي ans equals 3 رح يحط لي variable. طيب المهم انه هلا عنا خلصنا هاي هلا بدنا نشوف دي A semicolon B D equals brackets A semicolon B حيطلع عنا 1 2 3 10 20 30. ممكن مثلا اعمل D equals brackets A semicolon B semicolon C transpose او الفاريبل اللي عنا اياه جديد اللي هو C transpose بدل ما اعمل C apostrophe بعمل C trans C transpose. okay طيب هلا بدنا نفهم انه لما نعمل add and minus طبعا لازم التو matrices يكونوا نفس الحجم لانه حيكون عندنا element wise operation. مرات الماتلاب بيحط زيروز بيعبي المساحة بزيروز by default يعني هلأ E عنا it's مثلا E minus E حيكون صفر صح؟ let's define E أولا. E is a matrix of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, 8, 9 each 3 in a new row حتكون هيك زي المربع. okay square matrix. طيب هلا مثلا انا بدي لو عملت e minus e اكيد حيطلع صفر لانه 1 minus 1 2 minus 2 3 يعني بنقصها من نفسها حيطلع زيرو. طيب لو سويت e plus e حنلاحظ انه ال1 انضافت مع نفسها وال2 انضافت مع نفسها وال3 انضافت زي هيك بس لو بدنا نعمل multiplication احنا بنعرف already من قبل دارسين انه الماتريسيز
كيف نعملهم multiply, how do we define multiplication and division. So ناخد the first row نضربها مع the first column and we do the dot product, صح؟ we add, يعني it's kind of like the dot product because we take this one and we take the dot product of the first row and the first column. Okay, ما رح يكون element wise, ما رح, لو عملت أنا A multiply by B ما رح يعمل لي 1 multiply by 1 2 لا, رح يعمل لي كل الرو ويطلع لي scalar product. يعني مثلا احنا هنا عنا A 1 2 3, وعنا C 100 200 300. هلأ ال A عندها 1 row رح ينضرب مع ال first column A ورح يعطيني scalar product, يعطيني رقم واحد اللي هو scalar, يعني ما رح يكون vector. إذا كان عندي أكتر, يعني كان عندي أكتر من one row one column, رح يطلع لي رقم scalar لكل dot product, لكل, يعني هون مثلا حيطلع لي ثلاث أرقام لأنه في هاي الحالة عندي ثلاثة 3x3 matrix. أوكي, طب فرضنا انه احنا بدنا نضرب رقم برقم, يعني انا بديش انا اعمل هاي الطريقة, بدي اعمل رقم برقم. ايش بعمل؟ بحط دوت, لانه الستار A star C يعني A multiply by C. طيب لو عملت A dot star C يعني زي هاي A dot star C, ايش رح يطلع لي؟ رح يطلع لي كل واحد مضروب مع نفسه A dot star C. اوكي, هلا ال A وال C, الاول حينضرب بالاول والاول, يعني الاول حينضرب بالثاني والاول حينضرب بالثالث, حيعطينا the first the first row, بعدين اثنين, لا the first column, اوكي, بعدين اثنين حتنضرب بمية, اثنين حتنضرب بميتين, اثنين حتنضرب بثري هندرد, حيعطينا تاني كولوم هذا, بعدين ثلاثة حتنضرب بمية, وبعدين ثلاثة حتنضرب بميتين, ثلاثة حتنضرب بثلاثمية, حيعطينا 300 600 900. فهاي الطريقة بنقدر نضرب نوزع ال الA على كل C, يعني احنا ضربنا كل واحد كل رقم بكل رقم بالتاني. اوكي, هاي اللي بسموها element wise multiplication او ال point point to point multiplication. It's not the same as ال A star C, لانه A star C بيعمل بس الرو مع الكولوم مرة واحدة وبيضيف بضيفهم مع بعض, يعني بيعمل 1 ضرب 100 زائد 2 ضرب 200 زائد 3 ضرب 300 زي هيك. اوكي عندنا ال division. هلا ال division is not defined for matrices but you can divide using the MATLAB. إذا مثلا أنا عندي هلأ لو لاحظنا الـ A, sorry, لو لاحظنا عندنا الـ A 1 2 3 والـ B 10 20 30, يعني إحنا زي كأنه ضربنا الـ A بعشرة, صح؟ يعني لو عملت 10 multiply A scalar multiply by A, I scaled it by 10, ضربتها by 10, صح؟ صارت B. طيب شو بتتوقعوا لو أنا مثلا سويت A لأ B مثلا divide by A, أكيد حيطلع لي 10 لأنه 10 multiply by A بيعطينا B. أوكي, بس هاي طبعا أوكي هاي ال أوكي أوكي طيب هديك طلعت العشرة from all the matrix لأنها كانت scaled by all the matrix. لو
عملنا A dot divide by B، يعني element wise ضفنا الدوت، الدوت قبل الستار أو قبل الداش، سوري مش داش، سلاش، بيعطينا element wise. لما يعطينا element wise ما بيعطينا رقم واحد، بيعطينا لكل element، بيعمل divide كل element اللي هو العشرة divide by واحد أو واحد divide by عشرة بيعطينا 0.1، 2 divide by 10 بيعطينا 0.1، يعني element wise لكل element بيعطينا رقم. هاي ال element wise division. هاي مفيدة لأنه مش دايما بتزبط ال A over B، مش دايما بتكون يعني ال B، يعني مش دايما بيكون في علاقة بينهم بضرب. أوكي هلا A dot divide by B هي نفسها AB inverse، يعني AB inverse يعني زي يعني مش صح، احنا بنعرف باللينير الجبرا انه ما عندنا division بس عندنا AB inverse. اوكي هاي بتساوي A divided by B، لانه in real life ما في division for matrices، فلو احنا بدنا نعملها بهاي الطريقة نقدر بكل بساطة. كيف اشيل هذا؟ بنقدر نستخدم A dot multiply by B dot power inverse power minus one، لانه لازم نعمل لازم نستخدم الدوت برودكت لما نعمل power للماتريكس. سوري شو الدوت برودكت؟ لازم نستخدم الدوت قبل الباور للماتريكس، ونيجاتيف 1 هي بي انفرس يعني عادي، هي هم نفس الشيء. طبعا هاي الدوت دوت دوت يعني element wise، احنا بنعملها element wise. اوكي طيب هلا احنا سوينا A ضرب C وشفنا A دوت ضرب C صح، فخلص خلصنا هاي. هلا بدنا نعرف الاندكسنج، هاي سهلة، احنا عندنا ماتريكس فهذا بنسميه رو اللي بالعرض، هيك بنسميه رو، رو 1 رو 2 رو 3 رو 4 اللي هو الاي، اي هو الرو اللي بالطول كولوم 1 كولوم 2 كولوم 3 كولوم 4، يعني اتس ان ذس فورم. ليش هيك كتير صغير؟ يعني هون عندنا A رو كولوم، إذا أنا بدي أعمل إندكس بحط number of the row بعدين number of the column in brackets وبينهم comma، يعني مثلا أنا بدي the first element row 1 و column 1، نعمل A brackets 1 comma 1. نفس الشيء لهاي، يعني مثلا هلا هاي A 1 3 إيش تتوقعوا؟ row 1 فمنروح عند row 1 اللي هو أول واحد اللي هو ال J، لا اوكي انا مش عارفة ليش حاطين ال J هون وال I هون، بس لما يعني هاي الاول رو هو رقم واحد، تلاتة هو تالت كولوم، فعنا اثنين، يعني هلا لو حطينا A 1 3 مفروض يطلع اثنين، بس احنا طبعا ال A ماتريكس تبعتنا ما فيها 1 3 لانه الماتريكس ساعتنا مش نفس هاي، هاي we have to define it. ف it's طبعا رح يعني لو a equals 16 3 2 13 semicolon 5 10 11 8 نفس السلايدز، بعمل A 1 3 ايش قلنا حيطلع؟ 2 صح؟ هذا الرقم 2. طيب هلا فهمنا الاندكسنج. هلا طب فرضنا احنا مثلا انا ما بدي element واحد، بدي انا
اخد كل الكولوم الاول او كل الرو الاول. لما انا بدي الرو الاول بعمل ايه؟ بختار رو 1، بس انا بدي الرو الاول بس كل، يعني ما بيهمني ايش الكولوم. اوكي، ايش بعمل؟ هيك بحط الكولوم، كولوم بيطلع لي ايش؟ اول رو اللي هو هذا، اول رو. اوكي، وما بهم، ما بهمه الكولوم 1 2 3 4، ما بهمني. طيب لو بدي انا مثلا كولوم 3، ايش بعمل؟ ايه، ما بهمني الرو، بحدد كولوم 3، فحيطلع لي لو شفنا هون 2 11 7 14 2 11 7 14. طيب هاي بتفيدنا لقدام. طيب هلأ أنا مثلا ما بدي الكولوم كامل، بدي مثلا الكولوم بس من عند، بس بدي مثلا 11 و7، إيش بسوي؟ بختار A، قلنا بدي مثلا أنا ما بيهمني إيش الرو، بيهمني الكولوم، بدي الكولوم الأول اللي سوري الثالث 3 هذا كله، بس أنا ما بدي كل الأرقام، بدي بس 2 11 7. فإيش بسوي؟ ما بحدد 3، بعمل براكت وبحدد ال بحدد ال 1 أول واحد، ثاني ثالث لعند 3، صح ولا wait let's check again. لا استنوا، نعكس، احنا بدنا الـ elements في الرو 1 2 3 صح؟ يعني بهاي الحالة بهمني الرو، يعني الرو بحدد 1 ل 3، بعدين الكولوم بدي اياه رقم 3، يعني انا بدي كولوم 3 اللي هو هذا اللي حددناه هون كولوم 3، بس انا ما بدي الروز كلها، بدي بس رو 1 رو 2 ورو 3. فأنا بحدد، بقدر أحدد رو 1 رو 2 ورو 3، بعمل 1 2 3، هاي زي انترفل اللي بين البراكتس، بتكون هاي زي انترفل. اوكي، حددنا انترفل عند وين؟ عند الروز. هلا بيطلع لي 2 7 و 2 اوكي، انا هاي مش انترفل، يعني هاي حددنا كل الروز 1، انا بدي كمان 2 وكمان 3 2 11 7. اوكي، لو بدنا نعملها انترفال، هلا تذكرت لازم اعمل 1 2 3 زي هيك 1 2 3، يعني هيك بنحدد الانترفال وهيك بنحدد كل element، بدنا رو 1 رو 2 رو 3، او ممكن بس نكتب 1 2 3. طيب وبس، يعني قلنا هيك لو بدنا نحدد الرو والكولوم بيعطينا 1 element، والتانية 2 لو بدنا نحدد رو 2 بس ما بهمنا الكولوم، وهنا لو بدنا نحدد كولوم 2 بس ما بهمنا الرو، وهنا لو بدنا element 2 and ما بهمنا ال رو بس بهمنا انه كولوم 2 وكولوم 3، بس بنحدد كولوم 2 وكولوم 3، لانه لو شفنا الاي، الاي هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، لما احنا نحدد اي ما بهمنا الرو، فرح ما رح يطلع على الروز، بس رح نختار الكولوم 2 و3، فحياخد 2 2 5 8 3 6 9 2 5 8 3 6 9. هلا عندنا ستاندرد اوبريشنز، طبعا احنا قلنا كيف نحدد الانترفال، يعني a equal 0 to 10 هاي انترفال 0 1 2 3 ل 10، b هذه بتكون 0 to 10 برضو انترفال 0 to 10 بس steps of 2 by default، هنا it's steps of 1 بيعدلنا 0 1 2 3، b بيعدلنا 0 2 بنط، يعني بيعمل 2 4 6 8 10. c نفس الشيء بيعمل steps in 2 بس بيعمل بالنيجاتيف، يعني 10 minus 2 هاي 1 يعني بصير 8، بعدين minus 2 بصير 6،
يعني goes down by 2 لحد ما يوصل لعند negative 5. طيب ال D هي برضو interval from 0 to 4.2 بس ال step 0.01. هاي بتفيدنا متى؟ لما بدنا نعمل ال resolution، لما بدنا نعمل plot وبدنا نعمل ال resolution تكون عالية، ما بدنا إياها in steps of 1، بدنا إياها smooth، فبنصغر ال step. مثلا عندنا ال interval E من negative pi ل pi. اوكي بعدين ال F عندنا، اوكي احنا بنقدر نعمل define ل هلا في عندنا function zeros بتعطينا matrix of size 2 rows and 3 columns. اوكي كلها اصفار. ones بتعطينا نفس الشيء بس كلها احاد. يعني F equals zeros لا size 2 3 columns هيعطينا 2 rows و 3 columns. طيب لو بدنا G equals ones ايش كان السايز عندنا هون؟ 4 rows and 5 columns. نعد 1 2 3 4 rows and 1 2 3 4 5 columns. فهاي functions مفيدة، بنشوف ليش بعدين. round n برضو function كتير مفيدة. round n ايش كان variable h equals round n تعطينا random matrix. خلينا نقول 1 6. هاي ارقام random completely random. اوكي هاي بتفيدنا لما بدنا نعمل noise is just random. طيب نقدر نعمل 2 power 3 عادي، يعني هاي it's a normal thing، نقدر نعمل اي اشي 2 power 3 يعني 2 to the power of 3 اللي هو 8 مثلا. هاي ممكن length تبعنا يكون 2 power 8 مثلا، عندنا احنا 8 bits فكم اللينث تبعه حيكون 2 power 8 حيعطينا 256 يعني 1 to 256. A plus C transpose هاي شفناها، addition multiplication 10 multiply by A شفناها. هلا A power 2 هل نقدر نعمل power ل matrix؟ هلا المشكلة بالmatrix انه it's not an element wise operation، لازم يكون يعني إذا بدنا نعمل 1 power 2 1 power 2 كل element power 2 لازم نعمل الدوت، لأنه إحنا بدنا إياها element by element. يعني مثلا A هي هيك، لو بدي أعمل A square هلأ هاي A square ما it's not 16 power 2 يعني شو خلينا نشيك. شفتوا 16 power 2 is 256، احنا هنا ما عندنا 256 صح؟ ال A power 2 is a different operation، احنا مثلا بدنا 16 square 3 square 2 square هيك، ايش بنعمل؟ A dot power 2 بصير عندنا 16 squared اللي هو 256 وعندنا 3 squared اللي هي 9 2 squared اللي هي 4 وهكذا. So هاي برضو لازم تاخذوا بالاعتبار إنه إحنا A square is A multiplied by A صح؟ هو بيعمل لنا matrix multiplication، إحنا ما بدنا إياها، بدنا element wise power. أنتوا بتقدروا تختاروا أي واحدة بتحتاجوا، يعني زي A power A sorry A multiplied by A أو A dot multiplied by A، هي نفسها A power 2 أو A dot power 2. اوكي هلا عندنا الماتريكس اوبريشن، نقدر نعمل سم اي او بنقدر نعمل سم اوف سم اي، لانه هلا لو عندنا ماتريكس مثلا سكوير لما نعمل سم اي هي بتعمل سم لكل كولوم. اوكي مثلا سم اي ايش اعطتنا؟ 1 plus 4 plus 7 is 12 2 plus 5 is 7 plus 8 is 15 3 plus 6 is 9 plus 9 is 18. يعني عمل summation، لما عملنا sum of e عمل summation لكل column. طب لو عملنا sum of e بعدين عملنا summation مرة تانية لهاي output هيعمل add ل 12 plus 15 plus 18
sum of sum of e رح يعطينا 45. ف sum of e بيعطينا sum of a vector. Sum of e is sum of the output vector. Sum of e transpose هو بيعطينا بس summation تبع each row. يعني 1 زائد 2 زائد 3 بيعطينا 6. 4 زائد 5 9 زائد 6 15. زي هيك. و sum of e transpose هي نفسها sum of e. يعني هدول التنين نفس الشي طبعا. Maximum of e بيعطينا الماكسيموم تبع كل كولوم اللي هو أول واحد 7، تاني واحد 8، تالت واحد 9. ماكس اوف ماكس اوف اي بيعطينا الماكسيموم تبع كل كولوم، بعدين الماكسيموم تبع كل هدول اللي هو 7 8 و 9 اللي هو 9، فبيعطينا 9. فإذا احنا بدنا الماكسيموم element of a matrix بدنا رقم واحد، نعمل ماكس اوف ماكس اوف اي. طبعا في عنا من وهيك functions تانية يعني. saving code scripts for execution. طيب هلا احنا كل الوقت كنا نتعامل في الكوماند ويندو، اوكي، بس انا مثلا I want to create a script. كيف بروح عند النيو؟ اول اشي عند الاديتور، عند النيو نعمل script، طلع لنا untitled script، وهنا بنكتب الكود. هلا مثلا I want to define an interval مثلا a equals 1 to 10. اوكي I defined an interval، بحط semicolon. هو دائما لما ما احط semicolon بيطلع لي هذا it's not an error it's just a warning انه احنا we didn't terminate it، لانه اذا انا هيك عملت رح يطلع لي عملت run للscript رح يطلع لي. طبعا I have to save it. وايش ال guidelines for saving a script؟ name of file cannot start with a number, cannot use space bars, and do not use a function name. فإذا أنا مش متأكدة مثلا بدي أسمي مثلا أنا بدي أسمي السكريبت تبعتي plot، بس أنا بعرف إنه plot هي function in MATLAB، فرح يكون خطر إني أسمي السكريبت تبعتي plot، لأنه it's gonna give me errors لما بكرة بدي أجي أستخدم البلوت فانكشن. ما رح يفهم الماتلاب، ما رح يفهم اني انا عم بستخدم، حيعطيني ايرور، وحيكون الايرور لما اجي اسيم حيعمل هيك فانكشن has the same name as a built in we suggest you rename. فانا بغير الاسم، بختار مثلا plot 1 plot 2 مثلا plot 2 او whatever. اوكي لما اعمل run للسكريبت طلع لي a equals 1 2 3. انا ما بدي اعمل لها display، اوكي، فبس بحط semicolon. وفي هاي الحاله لو عملت run هو عمل run لplot 2 بس ما طلع اي output، ما عمل display لa، لانه بكل بساطه هو طلع لي هون بس انا حطيت terminate للكولوم. فهذا بيسرع الكود، لو انتو ما حطيتوا semicolon رح يصير الكود كتير بطيء، إذا كان عندكم كتير يعني variables وهيك وكتير طويلة راح يسبب مشاكل، فدايما حطوا semicolon. طيب طبعا بيكون extension .m للscript. You have to save before execution. Alright. هلا we want to plot a function. ممكن إنه نعمل define ل function اللي هي y equals mx plus b اللي هي line function. أول إشي بنحدد ال variable m بيساوي minus 1 اللي هو ال slope، ضرب x اللي هو بتكون ال interval ال x axis، يعني أنا بدي إياها تكون من وين لوين ال x axis، ال variable المتغير ال independent variable هذا من وين لوين بدي إياه، plus b أنا مثلا بختار 255. ممكن مثلا أخذ هذا أعمل له copy أعمله based هنا. y بيعطينا السلوب، x بيعطينا الانترفال، و b اوكي هلأ أنا بعمل run، هلأ أنا عملت run لplot 2 وصار عندي هنا الفاريبل اللي هي b تساوي 255 اللي هي الانترفال x وينها x بتساوي 1 times 256 double، لأنه 0 ل 255 is 256 double هو ال type. y هو depends on x، فطبعا y equals mx plus b هو حسب لي اياها حتكون نفس size ال x.
طيب خلينا نشوف هلا بنعمل فيجر بتخلي البلوت تطلع لنا وتضلها اوكي. فاحنا بنحط فيجر بعدين بلوت واي، ما بنعمل وي كان جست بلوت واي، بس احسن نحط فيجر بعدين بلوت واي اوكي. مثلا هون بنحط فيجر بعدين بلوت واي، بنعمل ممكن نعمل منظل الهاي ونعمل رايت كليك evaluate selection in command window. فهو هلأ عمل لي evaluate figure و plot y، فهلأ هو عمل لي figure وهي plot y. So this is a line function with a negative slope and it runs with a 255 يعني it intersects at 255. طيب هلأ عرفنا كيف نسوي plot لهاي. طب احنا بدنا نعطي title وبدنا x label و y label اوكي، لانه مش حلو نعمل plot ومش عاملين label لها ولا اشي، ما حدا رح يفهم اشي اوكي. فاحنا بنحط اول اشي بنعمل title is a function، نفتح brackets بنحط string، لازم نحط الكوتيشن هاي apostrophe هاي وبنحط y مثلا whatever احنا بدنا نسميها y equals minus 1 x plus 55 او مثلا ممكن نسميها بس y، انتو كيفكم. ال x label بتكون نفس الشيء، نفتح brackets ونحطهم بين الابوستروفي ال x، وال y label نحط بين الابوستروفي y. So it's very easy. هنا طلع عنا y equal هاي التايتل، هنا عنا y عند ال y، وهنا عنا x عند ال x. طبعا نقدر نغيرها manually بس I prefer انه by code. طيب هلا انا عندي مثلا فرضنا عندي كتير ويندوز، فممكن بس اعمل close وهو لحاله راح تروح البلوت راح يسكرها. طيب بدنا نعمل plot لfunction f versus t. So you should know how to do this by now. أنا عرفت delta t اللي هي الستيب تبعتي dt 0.01 لأنه I want it to be a smooth steps. عرفت الانترفال t it changes from 0 to 4 times pi. طبعا pi is 2 pi is 1 circle، ف 4 pi is 2 circles يعني 360 plus 360 يعني 720 degrees. And it يعني هون عنا two periods okay مفروض لأنه two circles. والF أنا بدي أستخدم sine of t، الفانكشن تبعتي sine of t، ممكن أستخدم cosine of t or whatever. التاسك هو إنه نعمل plot لsine of t وبدنا يطلع لنا التايتل، يطلع لنا ال y label والx label. x label هو حيكون time والy label حيكون الfunction f. f equals sine of t okay so t هو ال x ال independent variable و ال sine نعرف احنا sine function it varies from 1 to negative 1 okay. تمام. So this is it should be easy يعني you can just copy this. بس ناقص ان نعمل plot f وبعدين بنحط figure، اول اشي figure plot f بعدين بنحط title نفس هاي title و x label و y label. طيب هلا الـ image processing toolbox.